مشاهدينا ومعايا لسه ومستمره مع العالمي بحارب معايا في اللف والدوران كابتن ميدو. نشوف الفيديو. ايوه ايه الفيديو؟ وهتعرفي بقى فعلا الاجانب اللي احنا اتربينا في وسطهم اجدع من المصريين كتير قوي. خدي دي بقى، دلوقتي كنت رايح اعمل فيزا فرنسا وكان ساعتها عايزين حساب بنك، ما كانش معايا فلوس في البنك. اوكي. عملت لهم على حسابي القديم اللي هو كنت ساحب كل الفلوس اللي فيه. اوكي فهمت. طلبوا مني حساب تاني. فهمت. عملت بالظبط كده، رفعت سماعه التليفون، يا ميدو ازيك عامل ايه تمام؟ حاولي وخدها. اسمعيني بس بالظبط كده، قلت له ميدو معكش 40,000 جنيه 40,000 بس، ده كلام فاضي اللي هو ممكن انا كنت بصرفهم في اسبوع، انا اقسم بالله في اسبوع اليومين بصرفهم، انا اخذت يعني مش عايز اقول لك مش مبلغ. بص هحطهم بس في الحساب وهسحبهم واديهم لك تاني على طول. لا يا ماني والله معيش سيوله. طب ميدو اقسم، طب ميدو متشكر جدا، قفلت كده. بيقولوا ان ميدو مش صاحب صاحب، حتى اليماني صاحبك رفضت ان انت تسلفه مبلغ صغير 40,000 جنيه، يعني ممكن انت تجيبهم في اسبوع، ما سلفتوش ليه؟ ممكن تصرفهم كمان في اسبوع. ربنا يزيدك. يزيدك انت. ربنا يزيدك انت بقى. انت بتصرف اكتر منهم في اسبوع. لا يعني عارف. بصي الصحوبيه مش تسليف فلوس، الصحوبيه لا الصحوبيه مواقف. لا مواقف. وانا يعني ما بحبش اخش مع اصحابي في حته الفلوس دي لانها بتزعل. يعني في صحاب قبل كده سلفتهم فلوس والموضوع الفلوس ده دخلني في مشاكل معاهم. يعني بكسب يعني صحبي. انت ما رضيتش قاصد انك ما تسلفوش. ايوه عشان ما اخسروش كصاحب، لان انا عارف ان هو ممكن يكون مش هيعرف يردها لي بسهوله. فانا النهارده بس على فكرة مش كان مزنوق تفك له زنقته احسن. انا ما اعرفش ايه الزنقه. انا لو حد كلمني قال لي ان انا عايز اعمل عمليه ولا فلان يعمل عمليه ولا كذا، ان هو بيتكلم كان عايز فيزا علشان يسافر. والله انا عشان يلعب عشان يكسب فلوس عشان يروح يرجع لك فلوسك. يا دكتور لا ده كان بعد ما اعتزل. يا دكتوره بسمه، التعامل في الفلوس مع الاصحاب بيخسرهم بعض طبعا، وانا بحب اصحابي. طبعا اسالي كده انت عليا. هو هنا كان بيقول فيزا عشان يشتغل. لا مش فيزا عشان ما اعرفش، كان مسافر ممكن معاه، بس هو كان ساعتها بعد الاعتزال يعني. يماني انا بحبه جدا، وهو طلع قال الكلام ده عليا في التلفزيون وبعد كده قعد معايا وقعدنا مع بعض، ودلوقتي على فكره شغال معايا في البرنامج وكان لعيب كبير قوي على فكره، وحظه وحش جدا ان هو عمل الحادثه دي. كان هيبقى واحد من احسن المهاجمين في تاريخ مصر اليماني. الحادثه يعني وده قدر ربنا. لكن انا خدت اجابتي. عايز تقول حاجه تاني؟ لا. بس عايزه اقول لك حاجه قبل ما اروح للي بعده. يعني في حاجه جت على بالي كده، ليه علاقتك متوتره بولاد جيلك؟ يعني خناقات وتصالحوا وتصالحوا وخناقات. هي الكوره كده، هي الحياه كده يعني. الكوره علاقتها كده، الكوره فيها يعني فيها حاجات يعني للاسف بحكم شغلنا صدمات كتير، لكن الاهم من الاهم حاجه في اللي انت بتقوليها انا في الاخر بنتصالح، مفيش مشكله. علاقتي بقى بكل جيلي، علاقتي بكل جيلي الحمد لله كويسه جدا. يعني كل الناس بتوع جيلي كلهم اصحابي، كلهم يعني ناس كتير مش عايز اذكر اسماء، كلهم اصحابي. رساله قبل ما اروح للي بعده، الساده المشاهدين واصحاب واصدقاء ميدو وكل الوسط الرياضي، كابتن ميدو ما بيسلفش حد. اللي بعده